السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا آخر مرة شفنا لكوش دو موديل أوزي. إذا إن شاء الله غادي نبداو بلاكوش لا بلو باس اللي هي لاكوش فيزيك ونشوفوا أشنو تدير هاد لاكوش. دونك كيف ما كنعرفوا بأن الكوش فيزيك كتلعب واحد الدور مهم سي داسيغي لو ترونسبور فيزيك دي دوني. صافي دير كيفاش هذاك الايميتور غادي يصيفط دي دوني لواحد الريسيبتور بيان سور بيناتهم واحد سوبور دو ترانسميسيون اللي هو سوا ان كابل يعني باش يمشيو فيه لي دوني سو فورم الكتريك او بيان يكون كابل فيبر اوبتيك اللي غيمشيو فيه دي دوني اوبتيك او بيان غيكون عندنا واحد سوبور دو ترانسميسيون انتر لي دو اللي هو الواي فاي وهنا كنهضروا على لي فريكونس راديو الكتريك داكوغ. اذا هذا الدور ديال لاكوش فيزيك. لاكوش فيزيك ملي تهضر على كوش فيزيك كتهضر على كلكو كومبوزون اللي هما بحال لو كابل بحال الكونيكتور بحال البروشاج انسي سويت بلوس كو سا الميثود دو كوداج. صافي دير انت كتهضر مع واحد من واحد البيسي بعيد عليك بواحد لا ديستونس كبيره كيفاش هذاك الصوت ديالك انت غيتحول وغيمشي في ان سيبور دو ترانسميسيون ومني غيوصل لهذاك الريسيبتور يعاود يتحول باش يفهم. اذا هنا كنهضروا على الميثود دو كوداج كيفاش كنحولوه. وما نساوش بان لي دوني في الكوش 1 كيكونوا توجور سو فورم دي بيت سوا 0 سوا 1 بلا ما نهضروا على النوسيون ديال الكونتوني معناها ما كنعرفوش شنو هي. اوتر شوز لي زيكيبمون ديال نيفو 1 لي زيكيبمون ديال نيفو 1 بحال الكارت ديال ريزو بحال لي هوب بحال الموديم اي سي سويت يعني ما كيديروش لاناليز ديال لي زانفورماسيون سافي دير ما كيديروا لا تريتمون ولا اناليز لا شي حاجه كيوصلوهم لي دوني كيف ما كيوصلوهم كيحولوهم باش يوصلوا لا ديستيناسيون يعني بلا ما يفيريسي هو هدف ديال من وهدي فين غادا ان سو سويت داكوغ. جيد اذا هذه لا كوش فيزيك. ان فو كنهضروا نكون نهضروا على الكوش فيزيك فاحنا كنهضروا على لي توبولوجي. بالنسبه لهاد لي توبولوجي هادو كاينين دو تيب دو توبولوجي سواء فيزيك يعني كيفاش داير هذاك الماياج يعني الكابلاج كيفاش دايرين يعني كيفاش رابطين لي زيكيبمون مع بعضياتهم صافي ديال كوش فيزيك. وكاين عندنا لا كوش لوجيك لا فورم كوفوا لو بروتوكول يعني لو بروتوكول كيفاش كيصيفط لي دوني. اون جينيرال كوش فيزيك هي لي زيكيبمون كيفاش مترابطين مع بعضياتهم و توبولوجي لوجيك هي كيفاش كيمشيو لي دوني. اذا بالنسبه لا توبولوجي فيزيك فيها بليزيور توبولوجي اللي هما الباس ou bien le bus, l'anneau, l'étoile, le maillet ou le mixte. Et donc, هنا كتشوفوا كاين عندنا اللين هي الاولى كاين عندنا البيس كوم فو فوايي داكوغ البيس كاين عندنا المش داكوغ المايي كاين عندنا ستار صافي دير ايطوال كاين عندنا رينغ هو الانو وكاين عندنا تري هي ديك لاربر يعني كتشوف بحال الشجره. اذا هادو هما لي كوش فيزيك لي كوش او بيان هادو لي توبولوجي فيزيك بيان سور ديزولي. دونك هاد لي كوش هادو لي كوش لي بلي اتيليزي هما عندك ستار داكوغ وعندك الماش وعندك تري هاد ثلاثه هما لي بلي اتيليزي دون لو موند دو ترافاي. جيد اذا غنشوفو لي رول اي لي فونكسيون دو لا كوش فيزيك. جيد اذا فاش كتكون تهضر على كوش فيزيك كتهضر على بليزيو رول اللي هما اشومين دي سينيون سور ان سيبور دو ترانسميسيون يعني كيفاش كيمشيو لي دوني فواحد سيبور دو ترانسميسيون اللي هو عباره على ان كابل داكوغ سيرياليزي لو سينيال. سا فو دير ملي كتهضر على سيرياليزي لو سينيال كيجمع ان جروب دو بيت يعني حنا كنعرفو غير الزيرو والان ما كاينين واحد السيري ديال لي بيت سوا 8 سوا 16 سوا 32 سوا 64 سوا 128 انسي سويت هادو سون دي سيري. اذا شكون اللي كيصوب لينا هاد لي سيري هي لا كوش فيزيك. سينكرونيزاسيون دو سينيال يعني سوا ترانسميسيون سينكرون او بيان ترانسميسيون اسينكرون داكوغ. ملي كنهضر على سينكرونيزاسيون سا في دير فين هي البدية وفين هي لا فان ديال هاد السينيال هذا داكوغ يعني فين هي البدية ديالو وفين هي لا فان ديالو باش كتكون بيان سور اونتر الريسيبتور اي ليميتور. اذا ملي كنهضر على ترانسميسيون اسينكرون كتزادو ديما واحد ستارت اند ستوب. ستارت صافي دير البداية ديال السينيال وفي الاخر ديالو كتلقى ستوب اللي هي انديك لورلوج كوليكتور دي كاركتير اي تيرميني. وكاينه ترانسميسيون سينكرون هادي كتكون ترانسميسيون بار بلوك
يعني هنا فاش كنهضروا على ديك القضيه ديال الدي تي او والدي سي او، يعني كتكون عباره على لوغلوج توب لوغلوج، مفهوم؟ اذا هنا ملي كيكون عندنا لوغلوج لا لا الناس اللي كيخدموا ديجا في باكيت تراسر غادي يلاحظوا ك اونتر دو موتور فاش كتكون عندنا واحد ليزون سيري كتكون وحده فيها واحد لوغلوج وحده لا، يعني وحده فيها دي سي او وحده دي تي او. بلوس كو سا كتجيري لنا لو ديالوج اونتر دي تي او اي دي سي او، يعني نوطامون دي تي او هو الايكيبمون تيرمينال هو البيسي ديال، وهذاك دي سي او هو المودم او بيان روتور ديال ماروك تيليكوم، مفهوم؟ يعني عندهم دونك دي تي او عندك انت في الدار ودي سي او كيكون عند لو فاي. هنا كتكون عندنا جونكسيون اي فونكسيون. بالنسبه للجونكسيون هو داك لو كابل اللي كيلي البيسي ديالك وبيان الماتيريال ديالك اللي الروتور ديالك مع الروتور ديال ماروك تيليكوم، وهذيك الفونكسيون هو واحد النيميرو دو برونش سيغ لو كونيكتور، مفهوم؟ كيكون بيان سور عند ماروك تيليكوم. بلوس كو سا الكوش فيزيك كدير لنا لادابتاسيون ديال السينيال في السيبور، صافي دير الموديلاسيون دي موديلاسيون الكوداج ديكوداج انسي دفيت، مفهوم؟ ملي كتهضر على موديلاسيون يعني كيفاش غيكون عندنا مثلا واحد السينيال واحد الكوداج عادي وغادي نحولوه لان موديلاسيون دو فريكونس، كيف ما كنعرفوا حنايا دابا مثلا بحال دوك الموجات اف ام مثلا ام بي ام انسي دفيت على الراديو. دونك اف ام يعني موديلاسيون دو فريكونس اف ام، ملي كتهضر على ام موديلاسيون دامبليتيود، وكاين الاف البي ام اللي هي موديلاسيون دو فاز. هاد الموديلاسيون وهاد الدوميدوراسيون هادشي كله كتقوم به لا كوش فيزيك. الكوداج والديكوداج يعني عندنا ديجا ديكوداج، حنا كنعرفو الكوداج نورمال يعني على الزيرو الان زيرو الان، ولكن هذاك ما يقدرش يمشي لينا مثلا واحد سيبور دو ترانسميسيون بلوس كو سا كاين بليزيوغ سيبور دو ترانسميسيون، يعني عندنا واحد الدوني كيفاش غنديرو تنحولوها باش تمشي في الكابل، كيفاش غنديرو تنحولوها باش تمشي بار ويفي، كيفاش غنديرو تنحولوها مثلا باش تمشي في الفيبر اوبتيك. اذا هادشي كامل سي لادابتاسيون دو سينيال او سيبو اللي هو كتقوم به الكوش فيزيك. جيد الوغ غندوزو دابا نهضرو على لي كابل او بيان لي نورم اي فيتيس اون انترنيت، مفهوم؟ اذا هاد لي نورم و لي فيتيس اون انترنيت كاين بليزيور تيب. انا حددت الانترنت تيب، ملي كتهضر على الانترنت الانترنت تايب صافي دير كتهضر على هذاك الكونيكتور ديال السويتش او بيان البور تاع السويتش او بيان البور ديال الروتور كيفاش داير. البون باسون ديالو كيكون ديما فيزي على البون باسون كيكون مفيزي على لا فيتاس ديال هذاك الكابل، الكابل تيب يعني لو تيب ديال الكابل بلس لا ديستونس ماكسيما. اذا عندنا ديس باز تي البون باسون ديالها هو دي ميجا، الكابل هنايا سوا كاتيجوري 3 او بيان كاتيجوري 5 يو تي بي، انا نهضر على لي تيب هادو، ولا ديستونس هو 100 متر. كاين عندنا سون باز تي هو في البوند باسونت كيكون 100 ميجا، الكابل تيب كيكون كاتيجوري 5 يو تي بي كيكون شويه بويسون على كاتيجوري 3 والمسافه توجور 100 متر. عندنا سون باز تي اكس اذا هنايا البوند باسونت كيوصل 200 ميجا كاتيجوري 5 يو تي بي وديما افيك لا ميم ديستونس ماكسيموم. وعندنا هنايا 100 باز اف اكس 100 باز اف اكس وحده فيها 100 ميجا وحده 200 ميجا، هنا كنهضروا على لا فيبر اوبتيك ملتي مود او بيان سينجل مود، توجور سينجل مود كتكون في البوند باسون طالع وحتى في لا ديستونس، وهنايا كتبقى لا ديستونس ديال الملتي مود 400 متر وبالنسبه للسينجل مود راه 2 كيلومتر. بالنسبة عندنا اوتخ شوز اللي هو 1000 باز تي او بيان 1000 باز تي اكس، هنا توجور بوند باسونت سي لو ميم اللي هو 1 جيجا بايت. هنا الاولى كتكون سوا كاتيجوري 5 او اي تي بي والثانية كتكون كاتيجوري 6، مي هما فحال فحال بخاسك فحال فحال، مفهوم؟ هنا كتكون زيد زيد دوك تي اكس بلس، هنايا كتكون ديك لا ديستونس ماكسيموم هي 100 متر. جيد عندنا كذلك 1000 باز اس اكس و ال اكس، هنايا البون باسون توجور لو ميم لي هو 1 جيجا، هنا لي كابل كيتبدلوا لي هو ملتي مود او بيان سينجل مود توجور لا فيبر اوبتيك. بالنسبه لا ديستونس ماكسيموم هي 550 متر بور الملتي و 2 كيلومتر بور سينجل. عندنا 10 باز تي اللي هي فيها توجور بون باسون 1 جيجا، وهنا بالنسبه للتيب ديال الكابل سواء الكاتيجوري 6A او بيان كاتيجوري 7 يو تي بي توجور لا ديستونس ماكسيموم 100 متر.
عندنا 10 جيجا باز ال اكس و بيان 10 جيجا باز ال اكس اللي هما في البوند باسون ديالهم كتكون 10 جيجا وهما في حال في حال اللي هما لا فيبر اوبتيك ولا الفرق فين كاين في لا ديسونس سواء الملتي كتوصل 100 متر سواء السينجل كتوصل ل 10 كيلومتر داكوغ اذا هنايا عطينا اونيكمون واحد النبذة على لا كوش فيزيك واشنو كاين فيها اللي خصنا نركزوا عليه في هذا لا كوش هو الكابلاج مفهوم ونهضروا على لي نورم اي لي فيتاس اون انترنت داكوغ ونعرفوا على نعرفوا شويه المودولاسيون اي لو كوداج اذا في لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوش ليزون والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.